وحكمتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجعي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين. إن له صبرا ما تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا بصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم ريح صبا وأطراب العيسى حاد العيسى بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد بن سعيد بن زبير بن طلحة وأبي عبيدة عشير الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا رسول الله كيدنا تدوم نور الله مياجي سنبورنا بدر لبول چلو الله.
فأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه في الأتى الزمان التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي تبسل به آدم عليه السلام واستغفر بقوله والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مقبدا فرأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فصلي محمدا. اللهم صل وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص نبيكم بمغفور وغفور رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يصبح الله ذلك النور وتصبح الملائكة بتصبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في قلته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض واجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام واجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل يمكنني ربي من الأسلام الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين يدي ولم يلتقيا على صفاره وقد قل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكبك البدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسن واحدا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر الكتاب يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن واعيا سيدي خير النبي
الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكعب النهبان رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أكبر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت